في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وسيكون ضيفنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشويرخ حفظه الله تعالى، وسيتولى شرح كتاب النكاح إلى كتاب الطلاق، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا. الكتاب كما تعلمون هو كتاب عمدة الفقه، وهو كتاب مؤلف للمبتدئين في طلب الفقه، والجزء المطالب بشرحه في هذه الدورة هو من كتاب النكاح إلى كتاب الظهار، والشرح سيكون بمشيئة الله مختصراً حتى نتمكن من شرح هذه الأبواب لأنها أبواب كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح لغة هو الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، واصطلاحاً عند الفقهاء هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، وقيل هو عقد يتضمن إباحة الوطء. النكاح حكمه أنه مشروع من جهة الأصل، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الحكم التكليفي بالنسبة لكل مكلف، فقد ذهب الفقهاء إلى أن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، وذلك بحسب أحوال المكلفين. يستحب النكاح لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح، وعلل هذا الأمر بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وخاطب الشباب بذلك لأن الشهوة فيهم أغلب. ويجب النكاح على من يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا بتركه، لأنه يلزمه عفاف نفسه وصيانتها على الحرام وصيانتها عن الحرام، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالنكاح. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المؤلف: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة.
هذه مسألة، هل الأفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادات؟ أيهما يقدم المكلف؟ هل يقدم النكاح أو يقدم التخلي لنوافل العبادات؟ النكاح لصاحب الشهوة أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، وهذا نص في هذه المسألة. ثم قال المؤلف: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن. إذن ذكر المؤلف خمس مسائل في ثلاثة أسطر، ذكر خمس مسائل، ذكر حكم خطبة النكاح، وذكر محل النظر إلى المخطوبة، وذكر الخطبة على خطبة أخيه، وذكر التصريح بخطبة المعتدة، ثم ذكر التعريض بالخطبة. المسألة الأولى: النظر للمخطوبة. يستحب لمن أراد النكاح أن ينظر للمخطوبة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم على شرط مسلم. هذه هي المسألة الأولى، قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها. ثم ذكر المؤلف المسألة الثانية، محل النظر. له النظر إلى ما يظهر، إلى ما يظهر منها غالبا، كالرقبة والوجه واليدين والقدمين، نظرا لإطلاق الأحاديث، فالأحاديث وردت مطلقة غير مقيدة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. ثم ذكر المؤلف المسألة الثالثة، الخطبة على خطبة أخيه. يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وحكى النووي الإجماع على أن النهي في هذا الحديث للتحريم، ولأن هذا يسبب العداوة والبغضاء. ثم ذكر ما يستثنى من ذلك، قال: إلا ألا يسكن إليه. قيد المسألة: إذا أجيب الخاطب الأول تصريحاً أو تعريضاً بالموافقة، فإن رد الخاطب الأول جاز له أن يخطب، وإن رد الخاطب الأول جاز للخاطب الثاني أن يخطب. ثم ذكر المؤلف خطبة المعتدة، المسألة الرابعة، قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. يحرم التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، سواء كانت المعتدة من عدة وفاة أو من عدة طلاق، رجعي أو بائن، وهذا بالإجماع. وقد دل على ذلك مفهوم قوله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يفهم منه عدم جواز التصريح، ولأن التصريح لا يؤمن
أن يحمل المرأة الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. إذن هناك مفسدة فيما لو صرح الخاطب بخطبة معتدة فقد تتعجل إلى انقضاء العدة قبل انقضائها في الحقيقة. ثم ذكر التعريض بخطبة البائن، يجوز التعريض بخطبة البائن، وهذا إذا كانت بائن من طلاق، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولأنه لا سلطة للرجل عليها. إذن متى يجوز التعريض؟ متى يجوز خطبة المعتدة؟ بكم قيد؟ نعم، أن تكون بائن، وأن تكون وأن يعرض بالخطبة. إذن بالنسبة محل الجواز إذا كانت المعتدة معتدة من طلاق بائن، والقيد الثاني أن يكون أن تكون أن أن يعرض بالخطبة ولا يصرح بذلك. ومعنى التعريض ذكر المؤلف معنى التعريض فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك. إذن معنى التعريض، التعريض هو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، نحو أن يقول الخاطب: إني في مثلك لراغب، أو في مثل الصفات، أو في مثل الصفات التي تتحلين بها يرغب فيها. أما التصريح هو ما لا يحتمل إلا النكاح. إذن عندنا التصريح هو لا يحتمل إلا النكاح، والتعريض أن يحتمل النكاح ويحتمل غيره. قال المؤلف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ذكر المؤلف الألفاظ التي ينعقد بها النكاح. النكاح لا ينعقد إلا بلفظين، وهما: أنكحت أو زوجت، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لورود هذين اللفظين في القرآن، في قوله عز وجل: زوجناكها، وفي قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولم يذكر سوى هذين اللفظين في القرآن، فوجب الاقتصار عليهما تعبدا واحتياطا. إذا لا ينعقد النكاح إلا بهذين اللفظين، بلفظ النكاح أو التزويج. فيقول الولي أو من يقوم مقام الولي: زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج أو من يقوم مقام هذا الزوج: تزوجت أو قبلت. معنى ذلك لو سكت الزوج ينعقد النكاح؟ لا ينعقد النكاح، لا ينعقد النكاح. بالنسبة إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بلفظ أنكحت أو زوجت. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه بقول: قبلت أو تزوجت. والصحيح أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وفهمه المتعاقدان. قال المؤلف: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. إذن يستحب عند عقد النكاح أن يخطب العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول بخطبة ابن مسعود، ثم يكون العقد بعد ذلك. إذن يستحب للعاقد أو لغيره من الحضور قبل عقد النكاح أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، لحديث أبي هريرة: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أحمد وأبو داود. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه الخطبة. إذن تكون هذه الخطبة تكون قبل عقد النكاح، وتكون من العاقد أو من غيره، فلا يشترط أن تكون من العاقد. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إذن فإذا تم عقد النكاح يستحب إعلان العقد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. والحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه، فقال: هذا حديث غريب في هذا الباب، وضعفه الحافظ وغيره. قال المؤلف: باب ولاية النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. ذكر المؤلف شروط عقد النكاح. الشرط الأول اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، ولا ولاية لها في عقد النكاح لا على نفسها ولا على غيرها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. قد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، أخرجه الخمسة وصححه الإمام أحمد وابن المديني وابن مهدي. كذلك حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي والحافظ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا هو قول جمهور الصحابة. الشرط الثاني اشتراط الشهادة، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة، وأسانيد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، وأصح ما ورد في ذلك هو حديث عائشة. وروي هذا القول عن عمر وعن علي وابن عباس قال المؤلف: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا. إذن أولى الأولياء بتزويج المرأة، ترتيب الولاية على المذهب: أولى الأولياء بتزويج المرأة هو الأب، ثم أبوه وإن علا، أي الجد من جهة الأب، لأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة، ثم ابنها أي ابن المرأة التي تريد الزواج، ثم ابن الابن وإن نزلت درجته، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم الولي المنعم بالعتق، ثم أقرب عصبات الولي المنعم، فأقربهم على ترتيب الميراث، ثم السلطان، لحديث عائشة: فالسلطان
ولي من لا ولي له. إذن عندنا الجهات كم جهة؟ كم جهة الآن؟ أربع ولا ثلاث؟ عندنا أول شيء الجهة الأولى جهة القرابة، ثم الثاني جهة لا القرابة، القرابة هي تشمل يعني العصبة، نعم العتق، الولاء بالعتق، ثم الولاية العامة، نعم السلطان. إذن عندنا أولا القرابة، أولى الأولياء، أولى الناس بتزويج المرأة هم قرابتها، ثم ترتيب القرابة على حسب ترتيب الميراث، فأولى هؤلاء إلى قارب الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم على ترتيب الميراث. فإن عدموا هؤلاء، لم يوجد أحد من هؤلاء، ننتقل للولي المنعم بالعتق. إن لم يوجد الولي المنعم بالعتق ننتقل إلى من؟ لا، إلى أبيه، عصباته، إلى أبيه. فإن لم يوجد أبو المعتق ننتقل إلى ابنه، ثم ابن الإب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، على ترتيب الميراث. فإن عدموا هؤلاء ننتقل للسلطان. إذن الجهات هي ثلاث جهات، وهكذا ذكرها المؤلف، قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم هذه الجهة الثانية، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصبات من؟ المعتق. ثم المرتبة الثالثة السلطان. إذن هؤلاء هم الذين يزوجون المرأة. ثم قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء، أي كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقام الولي، سواء كان الولي غائباً أو حاضراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، ولأن عقد النكاح عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه قياساً على عقد البيع. ثم ذكر المؤلف ضوابط تتعلق بالولي، قال: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل أو مخالفاً لدينها أو عاضلاً لها أو غائباً غيبة بعيدة. إذن ذكر المؤلف تزويج الأبعد، تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. لا يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. مثاله: أن يزوج الأب، أن يزوج الابن مع وجود الأب، أو يزوج الأخ مع وجود الابن، أو يزوج العم مع وجود الأخ الشقيق. إذن لا ولاية للبعيد مع وجود القريب. ذكر المؤلف إذن لا ولاية للبعيد مع وجود القريب، ثم ذكر المؤلف ما يستثنى، قال: إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، إذا كان الولي الأقرب ليس أهلاً للولاية، كما لو كان الولي الأقرب طفلاً أو عبداً أو كافراً أو مجنوناً أو عاضلاً لها أو غاب غيبة منقطعة. نعم، كيف؟ لا، العضل الولي، الولي قد يعضلها، قد يكون أبوها ويعضلها. من؟ نعم نعم نعم
نعم، يعني هو الآن بالنسبة إذا كان الولي، إذا عضل الولي اختلف أهل العلم تنتقل ولايه إلى من؟ هل تنتقل إلى من يليه من الأولياء أو تنتقل للسلطان؟ محل خلاف بين أهل العلم على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أن الولاية تنتقل إلى من يليه من الأولياء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تنتقل للسلطان، وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. لا، لكن في الحديث، الحديث السلطان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فإن اشتجروا فالسلطان ولي من؟ من لا ولي له. إذن لا ولاية للسلطان مع وجود أحد من أوليائها، إنما يكون ولياً مع عدم وجود أحد من الأولياء. هذه حجة الحنابلة، أنه لا ولاية للسلطان مع وجود أحد من الأولياء، لأن السلطان ولايته قيدت بقيد، وهو عدم وجود أحد من الأولياء، والحكم المقيد بقيد ينتفي عند انتفاء هذا القيد. كيف؟ وكذلك الجمهور، الجمهور أنه لا ولاية للسلطان مع وجود الولي الأقرب، ولأن الولي الأقرب هو أقرب لهذه المرأة، أقرب يعني وأشفق عليها وأحرص وأعرف بالمصلحة من السلطان. وحينئذ السلطان، لأن بالنسبة يعني حتى يعني تنزع الولاية من هذا الولي لا بد من الرفع للحاكم، ثم الحاكم ينظر للأقرب من الأولياء. طيب، بعد ذلك قال إذن بالنسبة، إذن الولاية لا تثبت للولي الأقرب مع اتصافه بما تقدم، فوجوده حينئذ كعدمه، فإن كان الولي طفلاً أو مجنوناً أو كان كافراً أو عاضلاً أو غائباً غيبة منقطعة لا ولاية له، وتنتقل الولاية حينئذ إلى من يليه من الأولياء. قال ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطاناً أو سيد أمه. إذن من شروط الولي، من شروط الولي اتفاق الدين بين الولي والمولى عليه، فلا يزوج كافر مسلمة، وعكسه إلا السلطان فله الولاية على من لا ولي له من أهل الذمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، ولأن ولاية السلطان عامة على أهل دار الإسلام، وهذا من أهل الدار. إذن بالنسبة هذا يكون أيضاً من موانع الولاية. إذن كم مانع الآن ذكر الآن من موانع الولاية؟ إذا اتصف بها الولي لا ولاية له، خمسة، ما هي؟ نعم، المخالفة في الدين، صبياً، مجنوناً، نعم، غائباً غيبة منقطعة، عاضلاً أو عبداً، أو عبداً، نعم. فإذا اتصف الولي بوصف من هذه الأوصاف لا ولاية له. كذلك سيد الأمة، سيد الأمة إذا ما يستثنى من ذلك، إذا مخالفة الدين تمنع الولاية، ويستثنى من ذلك السلطان، السلطان له الولاية على من لا ولي له من أهل الذمة، وكذلك إذا كان سيداً لأمة، فسيد الأمة له تزويجها ولو كان مخالفاً لدينها، لأنه مالكها، يجوز له أن يتصرف في رقبتها بالبيع، فكذلك يجوز له تزويجها. قال المؤلف فصل في الاستئذان في النكاح. قال وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. إذن ذكر المؤلف شرط، ذكر المؤلف شرطا من شروط عقد النكاح،
إذن عندنا الشرط الأول ما هو؟ الولي. والشرط الثاني الشهادة، وهنا الشرط الثالث الرضا. الشرط الثالث رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما كعقد البيع. إذن شرط من شروط عقد النكاح الرضا من الزوج ومن الزوجة. ما يستثنى من هذا الشرط؟ يستثنى من ذلك البكر الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين، إذا زوجها الأب من كفؤ فله إجبارها وإن كرهت النكاح، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. أما البكر التي لها 9 سنين فأكثر فللأب تزويجها بغير إذنها، وله إجبارها على عقد النكاح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. ومفهوم هذا الحديث أن غير الثيب وهي البكر ليست بأحق بنفسها من وليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم النساء إلى قسمين: القسم الأول المرأة الثيب وأثبت الحق لها، والقسم الثاني البكر، مفهوم الحديث دل على أنها ليست بأحق بنفسها من وليها. والقول الراجح أنه اشترط الرضا من البكر، ولا يصح تزويجها بغير إذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فالحديث صريح في استئذان البكر، والنهي يقتضي الفساد. ثم ذكر المؤلف: ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. إذن الثيب البالغ اتفق أهل العلم على اشتراط رضاها، وأن الأب ليس له تزويجها بغير رضاها، لحديث ابن عباس السابق: الثيب أحق بنفسها من وليها. ثم ذكر المؤلف: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بإذنهم. إذن القسم الثاني سائر الأولياء كالجد والأخ والعم، ليس لهم تزويج صغيرة بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنهم. وعلى هذا ولاية الإجبار خاصة بالأب، لأن غير الأب قاصر الشفقة، فلا يلي نكاح الصغير كالأجنبي. إذن الذي يجبر هو الأب فقط، ومحل الإجبار إذا كانت البنت بكرا. وعلى المذهب لا فرق بين أن تكون أقل من 9 سنين أو لها 9 سنين أو أكثر من 9 سنين. وليس له إذن ولاية الإجبار يشترط لها كم شرط؟ يشترط لها شرطان. الشرط الأول تكون بيد من؟ بيد الأب. خرج بالأب من؟ باقي الأولياء، هذا ممن تصدر من الأب. الثاني الشرط الثاني محل ولاية الإجبار تكون في حق من؟ البكر. خرج بالبكر من؟ الثيب. إذن بالنسبة ولاية الإجبار هي في حق الأب، ومحل ذلك إذا كانت البنت بكراً. إذن خرج بالقيد الأول سائر الأولياء، وخرج بالقيد الثاني الثيب. ذكر المؤلف: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء الحرة ولا الفاجر كفء العفيفة.
ذكر المؤلف الكفاءة في عقد النكاح. الكفاءة لغة هي المساواة والمماثلة، واصطلاحا هي الصفات المعتبرة في الزوج في الجملة، وهي الدين والنسب والحرية والحرفة والمال. هي على المذهب خمس صفات، على المذهب خمس صفات، وهي الدين والنسب والحرية والحرفة والمال، وكذلك يضاف إليها السلامة من العيوب المثبتة للخيار. تحرير محل النزاع، اتفق أهل العلم على اعتبار الكفاءة في الدين والحرية، واختلفوا فيما عداهما. العربي من قريش وغيرها بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء، والعجمي ليس بكفء للعربية. ومن خصال الكفاءة الحرية، فلا يكون العبد كفءاً للحرة، ولا يكون الفاجر كفءاً للمؤمنة، كفءاً للعفيفة. والدليل على اشتراط الكفاءة في الحرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما أعتقت، وفي الحديث ولو كان زوجها، في حديث عائشة في صحيح مسلم، ولو كان زوجها حراً لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. إذن الولي إذا كانت المرأة تحل له، كما لو كان ابن عم لها، أو كان الولي هو الحاكم، إذا أذنت له في نكاحها صح أن يتولى طرفي العقد، لأنه يملك الإجابة والقبول، فجاز له أن يتولاهما. إذن لو قيل: متى يجوز أن يتولى الإجاب والقبول شخص واحد؟ نعم، أي نعم، إذا كان أي نعم، نريد لفظ أعم من كذا، لأن بالنسبة أن تقول الآن إذا كان نعم، أول شيء أن يكون الولي ممن تحل له المرأة، وهذا يشمل ابن العم ويشمل السلطان ويشمل غيرهم من الأولياء. إذا كان الولي ممن تحل له المرأة، والشرط الثاني إذنها، أن تأذن له في نكاحها، فيجوز له أن يتولى طرفي العقد. قال: وإن زوج أمته، يعني إن زوج السيد أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. كذلك السيد يجوز له أن يتولى طرفي العقد، ومحل ذلك إذا زوج أمته من عبده الصغير. وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، والحديث متفق عليه. قال المؤلف: فصل في نكاح العبيد والإماء. قال: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. إذن السيد له إجبار إيمائه، سواء كنا أبكارا أو ثيبات، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة منهن، لأن منافعها منافع الأمة مملوكة للسيد، والنكاح عقد على منفعتها وهي مملوكة له، فأشبه عقد الإجارة عليها. وكذلك السيد يملك إجبار عبده الصغير،
فيزوجه بغير إذنه، ولا يملك إجبار عبده الكبير، لأن النكاح خالص حقه ونفعه له، فأشبه الحر. ولذلك قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، إذن لا يصح نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، ولأن على السيد ضرراً في ذلك، لأن العبد إذا تزوج احتاج إلى مهر واحتاج إلى نفقة، فيتضرر السيد بذلك. فإن دخل بها، أي إن دخل العبد بها، فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. إذن إن دخل العبد بهذه الأمة لا يلزم المهر السيد ما دام أنه تزوج بغير إذن السيد، والمهر يتعلق برقبة العبد، رقبة العبد كجنايته، وحينئذ يباع العبد، يباع هذا العبد ويستوفى المهر من ثمنه، إلا إن أراد السيد أن يفديه. وإذا أراد السيد أن يفديه فإنه يفديه بالأقل، إما من قيمته وإما من المهر. قال: ومن نكح أمة على أنها حرة، ومن نكح أمة على أنها حرة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الحر الذي نكح هذه الأمة ممن يحل له نكاح الإماء، ويأتي كلام عن ذلك متى يجوز للحر نكاح الأمة. قال: ثم علم، أي علم الحر أنها أمة، فله فسخ النكاح ولا مهر عليه، إن فسخ قبل الدخول بها وإن أصابها فله مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. ذكر المؤلف جملة من الأحكام. إذن تزوج الحر أمة، تزوج الحر المرأة على أنها حرة، ثم تبين بعد الزواج أنها أمة، فلهذا الزوج الحكم الأول له الخيار في فسخ عقد النكاح، لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين. الثاني، الحكم الثاني لا مهر عليه، وهذا إذا كان الفسخ قبل الدخول بها، أما إن دخل بها فلها المهر، فلها المهر. وإن أولدها، وإن أولدها وأتى منها بولد فولده حر، ولد هذا الحر حر يفديه من سيده، من سيد الأمة بقيمته، بقيمته، ويرجع بما غرم، أي بما دفع للسيد على من غره بهذه المرأة وقال له إنها حرة وهي في الحقيقة أمة. ثم قال: ويفرق بينهما. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء، فالنكاح غير صحيح، ويفرق بينهما. قال: إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. إذن ما ولدته الأمة قبل علمه أنها أمة فهو حر كما تقدم، وما ولدته بعد علمه ورضاه أنها أمة فهو رقيق لانتفاء التغرير عنه. كيف؟ لا، الذي تزوجها ليس هو السيد،
تزوجها رجل أجنبي، رجل أجنبي على أنها حرة، ثم تبين أنها أمة. بالنسبة الحر بيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز له نكاح الأمة. لماذا لا يجوز له نكاح الأمة؟ الحكمة من نهي الشارع عن نكاح الإماء نظرا لما فيه من إرقاق الولد، لأن الولد بيكون الولد يتبع أمه في الحرية والنسب، يكون رقيقا، وبيكون هذا الولد رقيقا للسيد. ولذا قال عمر رضي الله عنه: من نكح أمه فقد أرق نصفه، لأن أولاده سيكونون أرقاء. ولذا منع الشارع من هذا النكاح لما فيه من النقص على نسله. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول يحرمن على الأبد، وهن النساء اللاتي تكون حرمة نكاحهن مؤبدة. القسم الثاني يحرمن على التوقيت، وهن اللاتي تكون حرمة نكاحهن مؤقتة. المحرمات على الأبد أسباب تحريمهن ثلاثة أسباب، وهي النسب والرضاع والمصاهرة. المحرمات بالنسب هن السبع المذكورات في القرآن، وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. المحرمات بالمصاهرة هن أربع على التأبيد: ثلاث يحرمن بمجرد العقد وإن لم يحصل دخول، وهي زوجة أبيه وزوجة ابنه وأم الزوجة، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول بالأم وهي بنت الزوجة. إذن زوجة الأب وزوجة البنت وأم الزوجة وبنت الزوجة هن محرمات بسبب المصاهرة، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وهي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول بالأم وهي بنت الزوجة. هذا هو السبب الثاني من أسباب التحريم. والسبب الثالث الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليه من النسب حرم مثلها من الرضاع، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع. قال المؤلف: إذن ذكر المؤلف أولاً المحرمات بالنسب، قال: هن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات. هؤلاء سبع. ثم قال: ذكر المحرمات والمصاهرة، قال: أمهات النساء، يعني أمهات من؟ الزوجات. وحلائل الآباء، أي زوجات الآباء. والأبناء، أي زوجات الأبناء. والربائب، ثم ذكر الربائب، ذكر في تحريم الربيبة قيد المدخول بأمهاتهن. إذن الثلاث الأول يحرمن بمجرد العقد، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول بالأم. وهذا هو القسم الثاني المحرمات بالمصاهرة. إذن ذكر المحرمات بالمصاهرة أربع، والمحرمات بالنسب سبع، أربع وسبع 11. ثم ذكر القسم الثالث، قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هؤلاء سبع، إذن بيكون المجموع 18 المحرمات من النساء تحريما مؤبدا، 18 امرأة، سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع من المصاهرة. قال: ذكر المؤلف ضابط، قال: وبنات المحرمات محرمات مثلهن. نعم، من يمثل الآن؟ ذكر الآن
ضابط الآن، قال بنات المحرمات محرمات مثلهن، مثل ماذا؟ نعم بنت الأخت، نعم بنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت البنت. أعطونا شيء مثلا، شيء أوضح، نقول بنت الأم، بنت الأم اللي هي الأخت، بنت الجدة، بنت الجدة إما أن تكون عمة وإما أن تكون خالة. نعم، إذن بالنسبة بنات محرمات محرمات، قال ذكر ما يستثنى من ذلك، قال إلا بنات العمات والخالات فلا يحرمن بالإجماع لعدم ذكرهن في المحرمات بالنسب، فيدخلن في عموم قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم ذكر من المستثنيات، إذن عندنا المستثنى الأول بنات العمات والخالات، ثم قال أمهات النساء، يعني بنات أمهات النساء، أمهات النساء اللي هي أم الزوجة، بنات أم الزوجة هن أخوات للزوجة، أخوات الزوجة، إذن حرمتهن مؤقتة، فيحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته، لكن لو طلقت الزوجة حلت له هذه، حلت له أخت الزوجة. إذن قال وبنات أمهات النساء، ثم ذكر وحلائل الأبناء، وحلائل الآباء والأبناء. نعم، المراد بذلك أي نعم، نعم حلائل الآباء والأبناء، حلائل الأبناء هي كل من تزوجها ابنه، حلائل كل من تزوجها ابنه، أما حلائل الأبناء هي كل من تزوجها أبوه، كل من تزوجها أبوه، فتباح بنات حلائل الآباء والأبناء، فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه، يعني بنت الزوجة، أبوه الآن تزوج الآن بزوجة، بنت الزوجة الآن تحرم على من؟ تحرم على الأب الذي تزوجها، أبناؤه لا تحرم عليهم، لا تحرم عليهم، إذن الربيبة لا تحرم، الربيبة لا تحرم، سواء كانت هذه الربيبة للأب أو ربيبة الابن، ولذلك قال للبنات والربائب. قال المؤلف بعد ذلك ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. إذن يثبت تحريم المصاهرة بالوطئ الحرام، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها، لقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والوط يسمى نكاحا ولأنه استمتاع كالحلال. والراجح أن الوط الحرام لا يحرم، وهذا القول هو المروي عن الصحابة، فقد روي هذا عن علي وعن ابن عمر، ولأن الزنا لا يدخل في لفظ النكاح ولا في معناه، ولا يمكن قياسه على النكاح. قال المؤلف فصل في الجامع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح، قال ويحرم الجامع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. إذن الضرب الثاني المحرمات إلى وقت، وهن نوعان، النوع الأول المحرمات لأجل الجمع، وهو الجمع بين الأختين ومن في حكمهن، فيحرم الجمع بين الأختين
ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وقد دل على ذلك قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، ولأن الجمع بينهن يفضي إلى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة، فما أفضى إليه فهو محرم مثله. وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبهذا وردت السنة. القسم الثاني قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. إذن التحريم لأجل العدد، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، وهذا بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان بن سلمة وله 10 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، ولأن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن. وكذلك العبد لا يجوز له، قال: ولا العبد أن يجمع إلا 2، ليس للعبد أن يجمع إلا 2، لأن العبد على النصف من أحكام الحر، ولأن هذا هو قول الصحابة، فهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان ذلك إجماعا. ذكر المؤلف الأثر مترتب على ذلك، قال: فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. إذن ذكر أنه إن جمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يتزوجهما في عقد واحد، فلا يصح العقد في واحد منهما ولا ينعقد هذا العقد. الحالة الثانية أن يتزوجهما في عقدين، فالعقد الأول صحيح ولا باطل؟ صحيح. لماذا؟ لخلوه من المفسد، عدم وجود الجمع. والعقد الثاني باطل، لأنه يحصل بالعقد الثاني ماذا؟ الجمع. إذن إن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهن فلا يخلو إما أن يكون في عقد واحد أو في عقدين، فإن كان في عقد واحد فلا يصح العقد في واحد منهن، وإن كان في عقدين فالعقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. قال: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. إذا أسلم الكافر وتحته من لا يجوز له الجمع بينهن، فالواجب عليه أن يختار واحدة منهن، لأن هذا ورد في حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه لما أسلم وتحته أختان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار واحدة منهن. قال: وإن كانتا، أي من يحرم الجمع بينهن، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. وإن كان من يحرم الجمع بينهن هن أم وبنت ولم يدخل بالأم فسد نكاح الأم وحدها. لماذا؟ لأنها أم زوجته. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما جميعا، وإن كان قد دخل بالأم فسد نكاحهما جميعا. الأم لأنها أم زوجته، والبنت لماذا؟ لأنها الربيبة، هي ربيبة زوجته التي هي ربيبة الزوجة التي قد دخل بها. إذن وحرمتا على التأبيد. وإن أسلم وتحته، وإن أسلم أي حر
وتحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن، وليس له إمساكهن كلهن باتفاق أهل العلم، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، أي لا فرق في ذلك، له أن يمسك الأولى أو الأخيرة ممن عقد عليها. وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين، وكذلك الحكم في العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً. إذن إن طلق المرأة التي حرم الجمع بينها وبين أختها أو عمتها، فتحريم الجمع باق بحاله حتى تنقضي عدة المطلقة، حتى تنقضي عدة المطلقة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، لأنها زوجته حكماً، ولا تباح له الأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. نعم. يقولون هي زوجته حكماً على المذهب أنها تحرم، لأنها يعني يقولون يقال لا يعني هي زوجته حكماً، هي زوجته حكماً، ويستدلون هذا هو المروي عن الصحابة، هذا هو المروي عن الصحابة، ولأنه لو عقد عليها والثانية لا زالت في العدة، حينئذ يكون يعني قد وضع ماءه في رحم من لا يجوز له الجمع بينهن، لأن الأولى قد يكون يعني رحمها مشتملا على شيء من مائه، أو تكون حاملا منه، قد تكون حاملا منه، وهذا هو المروي عن الصحابة. وهذا الدليل ترى كثير في كتاب النكاح، من الفقهاء يستدلون بأن هذا هو المروي عن الصحابة. أحيانا بعض الأدلة قد تكثر في بعض الأبواب دون بعض، أحيانا في باب المعاملات يكثر يعني استعمال القياس، في كتاب النكاح يكثر الاستدلال بما جاء عن الصحابة، في كتاب العبادات يكثر الاستدلال بالأحاديث، وأن هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: فصل في الوطء بملك اليمين. قال: يجوز، ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. إذن بالنسبة يجوز الجمع بين الأختين في الملك، لا في النكاح، لا في عقد النكاح، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم. وكذلك يجوز له أن يجمع بين المرأة وبين عمتها أو بينها وبين خالتها في الملك، وإذا ملك أختين فله وطء أيتهما شاء، فله أن يطأ من شاء منهما، وإذا وطئ إحداهما فليس له أن يطأ الأخرى، لأنه لو وطئ الأخرى لصار جامعاً بينهما في الوطء، وله أن يطأ الأخرى يستمر التحريم حتى تحرم الموطوءة عليه، وتحرم الموطوءة عليه إما بعتق إذا اعتقها، أو بإزالة الملك إذا أزال ملكه عنها، أو بتزويجها بعد استبرائها. ولذلك قال المؤلف: حتى تحرم الموطوءة بتزويج إذا زوجها من غيره، لأن إذا زوجها من غيره حرم عليه وطؤها، أو إخراج عن ملكه، والإخراج عن الملك قد يكون بالعتق، وقد يكون بالبيع، وقد يكون بالهبة. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، ومتى تحرم الأخرى عليه؟
كما قيل في الأولى، كما قيل في الأولى، كما قيل في الأولى. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، كأختها فيما تقدم في جواز الجمع وفي جواز وطء أيتهما شاء، وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الموطوءة عليه، إما بإخراج عن ملكه وإما بتزويج. قال المؤلف بعد ذلك: فصل في موانع نكاح الإماء. وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كافرة، ولا للحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. إذن نكاح الإماء، الأمة لا يخلو إما أن تكون كافرة وإما أن تكون مؤمنة. أول النكاح الأمة الكافرة، لا يجوز للمسلم وإن كان عبداً نكاحها، لأن الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الإماء في قوله عز وجل: فتياتكم المؤمنات، فوجب اعتباره. ثانياً نكاح الأمة المسلمة، لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة، لأن الله عز وجل جعل نكاح الأمة لمن لم يجد طول الحرة ولمن خاف على نفسه العنت، فدل هذا على تحريم هذا النكاح إذا لم يتوفر فيه الشرطان. يستثنى من تحريم نكاح الأمة إذا توفر الشرطان، ويجوز له نكاح الأمة بشرطين: الشرط الأول ألا يجد طول الحرة، أي ألا يجد مهر الحرة، الطول هو الصداق، ألا يجد صداق الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت. العنت هي المشقة في ترك النكاح، المشقة يخاف على نفسه من الزنا في ترك النكاح، لقوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم. والحكم والقاعدة أن الحكم المعلق على شرط عدم عند عدم هذا الشرط. قال المؤلف: باب الرضاع. نعم. كيف؟ نعم نعم نعم. كيف؟ ولا ثمن، ولا ثمن أمة. أي نعم، ولا ثمن أمة. طبعا أهل العلم ذكر هذا القيد، يعني أنه ما يجد ما يشتري به أمة، لأنه لا يجوز له، لا يجوز له الزواج، لا يجوز له الزواج من أمة إذا كان واجدا لثمن الأمة، لأنه يستطيع أن يشتري هذه الأمة، وله أن يطأ هذه الأمة، تخدمه هذه الأمة ويطأها إذا احتاج إلى ذلك. بعض أهل العلم ذكر هذا، ذكر هذا، لكن إذا كان لا يجد، يعني لا يجد مهر الحرة، فهو أيضا لا يجد ثمن الأمة، لأن أحيانا يكون ثمن الأمة أعلى من مهر الحرة. كيف؟ أي نعم، هو له أن يشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا منها. هو الحكمة من تحريم الشارع من نكاح الإماء، ذكر أهل العلم حكمتين: الحكمة الأولى أن أولاده يصيرون أرقاء للسيد، لذا جاء عند عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه قال:
من نكح أمه فقد رق نصفه، والثاني لما فيه من الغضاضة والمهانة على هذا الزوج، لأن الأمة في الليل تكون عند من؟ عند الزوج، وفي النهار تكون عند من؟ عند السيد، حتى تقوم بخدمة السيد وخدمة أهله. طيب، قال المؤلف: نعم، بالنسبة باب الرضاع، الرضاع، تعريف الرضاع لغة هو مص لبن من ثدي وشربه، مص لبن من ثديه من ثدي وشربه، واصطلاحا هو مص من له دون حولين لبنا ثاب من حمل أو شربه أو نحوه. إذن تعريف الرضاع لغة هو مص اللبن من ثدي وشرب هذا اللبن، وعند الفقهاء له معنى أخص من ذلك، هو أن يكون المص ممن له دون سنتين، وأن يكون هذا اللبن ثاب عن حمل. الحكم الوضعي للرضاع، يترتب على الرضاع بعض أحكام النسب، وهو تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحكم الثاني ثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة. إذن حكم الرضاع هو حكم النسب في هذين الحكمين فقط، وهما تحريم حرمة النكاح، هذا هو الحكم الأول، والثاني ثبوت المحرمية. أما سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس فلا تثبت بالرضاع باتفاق أهل العلم. ولذلك قال المؤلف: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. إذن يلحق الرضاع بالنسب في هذين الحكمين، وهما حرمة النكاح، والثاني ثبوت المحرمية، وما على ذلك من أحكام النسب فلا تثبت للرضاع. فمتى أرضعت المرأة طفلاً صار ابناً لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، إذن تصير المرأة أماً له من الرضاع، وزوجها الذي در اللبن بوطئه يصير أباً له من الرضاع، وأولاد هذه المرضعة يصيرون إخوةً له من الرضاع، وأخوات المرضعة يصيرون خالات له من الرضاع، وأم المرضعة تصير جدة له من الرضاع. نعم، كيف؟ طيب، بالنسبة للرضاع هي علاقة تنشأ بين الرضيع وبين المرأة التي ارتضع منها، ولا تتعدى هذا الرضيع إلى غيره من إخوته الذين لم يرتضعوا من هذه المرأة. فلو قدر أن طفلاً ارتضع من امرأة صار ابناً لها من الرضاع، وصار زوجها الذي در اللبن بوطئه صار أباً له من الرضاع، ثم ينزلون أقارب هذه المرأة منزلتهم من هذا الرضيع، فبنات المرضعة يصيرون أخوات له من الرضاع، أم المرضعة تصير جدة له من الرضاع، أخوات المرضعة يصيرون خالات له من الرضاع، وكذا يقال في الأب، أولاد الأب يصيرون إخوة له من الرضاع، أبو الأب يصير جدا له، أم الأب تصير جدة له من الرضاع. والعلاقة تنشأ فقط بين الرضيع وبين المرأة، ولا
ولا علاقة لباقي إخوته الذين لم يرتضعوا من هذه المرأة، هم أجانب منها، ولا علاقة لأبيها بالرضيع بهذه المرأة، هو أجنبي منها. إذن علاقة فقط تنشأ بين الرضيع وبين المرضعة، لأنه صار جزءاً منها، لأنه في الحديث أن الرضاع هو يعني ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فصار جزءاً تكون منه من هذه المرأة التي أرضعت، وهذه الجزئية هي خاصة بهذا الرضيع دون غيره من أقاربه. قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لها، بنتا لهما، أي بنت للمرضعة وبنت لزوجة المرضعة، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا واضح. قال: والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط، محضاً كان أو مشوباً إذا لم يستهلك. إذن الصعوط هو أن يصب اللبن في أنفه، في الأنف، كما لو كان مريضاً، والوجور هو أن يصب اللبن في حلقه. إذن بأي طريق وصل اللبن إلى جوف الرضيع ثبت به التحريم، لأن هذا اللبن يصل، أو لأن هذا الطريق يصل به اللبن إلى جوف الرضيع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الرضاع بالثدي، فوجب أن يساويه في التحريم. إذن إذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع عن طريق الأنف أو عن طريق الحلق ثبت به التحريم، بأي طريق وصل اللبن إلى جوف الرضيع ثبت به التحريم، كما أنه بأي طريق وصل الطعام إلى جوف الصائم أفطر، فكذلك في الرضاع، لأن هذا اللبن يحصل به المعنى الذي يحصل بمص اللبن. أي في سن، بيأتي الكلام عن شروط الرضاع المحرم أنه لا بد أن يكون في الحولين. ثم قال: محضاً، معنى محضاً أي لبن خالص، مشوب مخلوط، يعني اللبن الآن لو خلط بماء يثبت به التحريم، إلا إذا استهلك هذا اللبن في الماء وصار لا يقال له لبن وإنما يقال له ماء، أو يقال له شاي، أو يقال له كاكاو. أحياناً اللبن يخلط بغيره من السائل، قد يخلط بماء وقد يخلط بشاي، يثبت به التحريم أو لا يثبت؟ يثبت به التحريم إلا إذا استهلك اللبن الذي فيه وغلب اسم المادة الأخرى على هذا اللبن. إذن لا فرق في التحريم بين أن يكون اللبن خالصاً أو أن يكون مخلوطاً بغيره إذا لم يستهلك فيه. ثم ذكر المؤلف هذا اللبن يعني لا يحرم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول، إذن شروط الرضاع المحرم، شروط الرضاع المحرم أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتهما أو بعد موتها. إذن الشرط الأول أن يكون ماذا بلبن؟ بلبن آدمية. إذن خرج بهذا الشرط ماذا؟ نعم، إذن لا يثبت التحريم بلبن البهيمة. فلو قدر أن اثنين ارتضعا من بهيمة لم يصيرا أخوين من الرضاع، ولم تصر هذه البهيمة أما لهم من الرضاع. الطبع هذه المسألة نسبت للإمام البخاري وهي مكذوبة عليه، هي مكذوبة عليه، لأن عندنا ثبوت الأخوة فرع عن ثبوت الأمومة، والأمومة لا تثبت باتفاق أهل العلم، فكذلك الأخوة. ونسب الإمام البخاري أنه يقول أنهما أخوان من الرضاع، وهذا غير صحيح.
هذه النسبة لا تثبت عن الإمام البخاري، وقد اتفق أهل العلم أن لبن البهيمة لا يحرم. كذلك لو كان هذا اللبن من رجل، لو أن رجل يعني ثاب له لبن، أو كان اللبن من خنثى مشكل، إذن الشرط الأول أن يكون اللبن لبن آدمية، خرج بهذا الشرط لبن البهيمة ولبن الرجل ولبن الخنثى المشكل. علل الفقهاء لذلك لأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء الولد، أشبه سائر المائعات. إذن لبن، ثم ذكر المؤلف أو في حياتها أو بعد موتها. لبن المرأة الميتة يحرم كلبن الحية، كيف تتصور المسألة؟ يعني أتاه عند هذه المرضعة وماتت، ثم هذا الرضيع يستطيع أن يدب، فدب حتى وصل إلى ثديها ومص من ثديها وهي ميتة، ثم ارتضع منها 5 رضعات، هل يثبت التحريم بهذا اللبن؟ يثبت أو لا يثبت؟ يثبت التحريم بهذا اللبن، لأن هذا اللبن يحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل بلبن بلبن المرأة الحية، فوجب أن يساويه في الحرمة. ذكر المؤلف: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. إذن خرج بالشرط الأول لبن المرأة، ولبن المرأة يشمل اللبن إذا كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كان ذلك في حال الحياة أو بعد الموت، وخرج بهذا الشرط لبن البهيمة ولبن الرجل ولبن الخنثى المشكل. الثاني أن يكون في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، فلا يحرم الرضاع بعد الحولين، لما جاء عن ابن عباس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ولحديث أم سلمة. فدل هذا الحديث أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما كان في الصغر، فدل على عدم تحريم رضاع الكبير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أخرى يعني ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا يتحقق إنما يتحقق في حال الصغر. الثالث أن يرتضع 5 رضعات. إذن يشترط العدد، فيشترط أن يكون 5 رضعات فصاعداً، فلا يحرم ما دون 5 كرضعة أو رضعتين، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بـ5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إذن عندنا شرط يعود إلى الزمن، وشرط يعود إلى العدد، وشرط يعود إلى الجهة. الشرط الذي يعود إلى العدد أن يكون الرضاع 5 رضعات، والشرط الذي يعود إلى الزمن أن يكون في الحولين، والشرط الذي يعود إلى الجهة أن يكون الرضاع من امرأة. وعلى هذا إذن لا تحريم بالرضاع إذا كان بعد الحولين، أو إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات، أو إذا كان الرضاع من غير آدمية. نعم. أي نعم. بكرا. أي نعم. هو شو المقصود بالبكر؟ التي لم تتزوج، التي لم تتزوج ونزل منها لبن فارتضع منه صبي، هل يثبت التحريم بهذا اللبن أم لا؟ محل خلاف في المذهب على قولين. القول الأول: لا يثبت التحريم بهذا اللبن، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. المؤلف ترى في هذا الكتاب في مسائل يخالف،
قالوا لأن هذا اللبن ليس بلبن حقيقي، وإنما هو مجرد ماذا؟ رطوبة. هذا تعليل الحنابلة. القول الثاني يثبت التحريم بهذا اللبن، وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب. طيب الصحيح ها؟ وش رأيكم؟ هل الصحيح القول الأول أو القول الثاني؟ إذن المفروض ننظر إلى حقيقة هذا اللبن، هل هو رطوبة أو أنه لبن حقيقي؟ هذه ترى المسألة واقعة الآن. بعض النساء أحيانا قد ما تتزوج وترغب في أخذ بعض اللقطة أو في أخذ بعض الأيتام، وتريد أن يكون ابنا لها من الرضاع وتكون بكرا، ثم قد يعني تتعاطى بعض الأدوية وبعض الهرمونات التي تسبب في نزول اللبن، فينزل لها لبن وتقوم بإرضاع هذا الصبي. هل يثبت التحريم بهذا اللبن؟ المفروض أننا ننظر إلى حقيقة هذا النازل من هذه هل هو لبن ولا غير لبن؟ إن كان لبن نعم، لا فرق في اللبن بين أن يكون من بكر أو أن يكون من ثيب. الفقهاء في السابق ذكروا أن يعني المذهب أنه لا يثبت التحريم، الذي يظهر أنهم نظروا إلى زمانهم أنه كان مجرد رطوبة، بالفعل رطوبة ليس بلبن. لكن الآن الطب توصل إلى اكتشاف معرفة الشيء الذي يؤثر في المرأة، وأنه هرمون معين يؤدي إلى نزول اللبن، والمرأة قد تتعاطى أحياناً هذا الهرمون، هذا العلاج، فيؤدي إلى نزول اللبن. فإذا نزل اللبن منها لا فرق بينه وبين اللبن الذي نزل من الحامل، كلاهما لبن. كيف؟ ما هناك صاحب لبن إذا كانت بكر، هي لم تتزوج بعد، لم تتزوج بعد. وعلى هذا ترى في بعض المسائل المؤلف خالف مشهور من المذهب، مشهور من المذهب أنه لا يثبت التحريم بلبن البكر لأنه مجرد رطوبة وليس بلبن حقيقي. نعم نعم. بالنسبة يعني الأخ يسأل عن ضابط الرضعة، ما هي ضابط الرضعة؟ في الأحاديث لم يرد بيان لضابط الرضعة، وحينئذ الحقائق الشرعية إذا لم يرد الشرع ببيان لها فالواجب الرجوع إلى اللغة، إلى اللغة، فإن لم يكن لها معنى في اللغة يرجع حينئذ إلى العرف. ضابط الرضعة على المذهب هو أن يمص الصبي الثدي ثم يتركه، هذه يقولون عنها رضعة، هذه يصدق عليها أنها رضعة في اللغة. ثم إذا أخذ الثدي مرة ثانية وارتضع منه هذا يعد رضعة ثانية، ولذلك الخمس رضعات قد تحصل في مجلس الواحد. هو نعم الطفل الرضيع ولا يفرط في ولا يريد لأحد أن يقطع عليه الرضاع، لكن أحياناً قد يقطع هذا الرضاع من تلقاء نفسه، فإذا قطع الرضاع من تلقاء نفسه هذا يقال عنها رضعة، وإذا أمسك الثدي مرة ثانية هذه رضعة ثانية. هذا هو المشهور عند الحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضعة هي الرضعة المشبعة، لكن الذي يظهر هو الأول، لأنه لا دليل على تقييد الرضاع بالشبع. نعم أي نعم أي نعم. ثم أيضا لو نظرنا للمعنى، المعنى الجنين وهو في بطن أمه هو في مرحلة تشكل ونمو، ثم إذا ولد هو أيضا لا زال في مرحلة النمو، ولذلك أهم مراحل النمو في الإنسان هو أو في أول الولادة، وإذا أصيب بمرض في هذه الفترة قد يكون ملازماً له طيلة حياته. فبالنسبة أي شيء يعني أي كمية من اللبن يرتضعها هذا الصبي هي في الحقيقة تدخل في إنشاز العظم وإنبات اللحم، حتى وإن كانت قليلة وإن كانت يسيرة. والطب الآن توصل
إلى أن الإنسان يعني في مدة الرضاع لمدة 6 أشهر يكتفي باللبن عن أي شيء حتى عن الماء، لو لم يعش إلا على اللبن لاكتفى به ولا يحتاج لأي أمر آخر مع اللبن. لا ليس له كمية، ليس هو أحيانا يلجأ يعني الوجور والصعوط إذا كان مريضا لا يستطيع مص اللبن، لا يستطيع إلى مص اللبن فيلجأ إلى هذه الطريقة. نعم كيف يباع الرضاعة؟ الرضاعة نعم. بالنسبة الرضاعة الآن هو الغالب يوضع فيها حليب صناعي، الحليب الصناعي هو حليب بهائم، بالنسبة الحليب الآن الموجود ليس حليب يعني آدمي، هو حليب صناعي الآن، وقبل قليل يعني شرط من شروط الرضاعة أن يكون لبن آدمية، فالحليب الآن الموجود الآن في العلب هو ليس بحليب آدمية وإنما هو حليب صناعي، فهو لا يصدق عليه يختلف فيه. لكن لو وضع، لو أنه عصر الآن ووضع في الرضاعة، ووضع في الرضاعة، إذا مسك الآن الصبي هذه الرضاعة وارتضع منها ثم ترك هذه الرضاعة من تلقاء نفسه فهذه رضعة، وإذا أعيدت الرضاعة له مرة ثانية هذه رضعة ثانية. يقال هذا الكلام كما يقال في الثدي. بيأتي الكلام إذا حصل الشك في عدد الرضاعات فالأصل هو عدم الإرضاع، والأصل أننا نبني عن اليقين، نبني على اليقين وهو الأقل، وإن كان يعني المجال يعني أن الواحد يتحرى ويتورع هذا وارد، لكن اليقين لا يزول بالشك. أي نعم، كيف وقد قيل حديث يعني عقبة بن الحارث أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال وكيف وقد قيل. أخرجه البخاري في مواضع، في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلي، وفي باب الرضاع باب شهادة المرضعة. أهل العلم يعني جاء يعني برواية أخرى قال هنس كيف وقد قيل، وفي رواية في البخاري دعها عنك. قيل أن هذا من باب التنزه، أن هذا من باب التنزه. طيب لا، عند الجمهور غير مقبولة، والبخاري أورد هذا الحديث في باب الرضاع باب شهادة المرضعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الحكم على شهادة امرأة واحدة، على المذهب أنها تقبل شهادة المرأة في الرضاع، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهة النساء، وعند الجمهور غير مقبولة شهادتها لا تقبل. طيب قال ولبن الفحل محرم. الفحل هو الرجل الذي در اللبن بسبب وطئه، فإذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى يعني والزوجة الأخرى طفلة، صار أي الطفل والطفلة أخوين من الرضاع لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، أي دون المرأتين اللتين قامتا بإرضاع هذين الطفلين، لأن الأولى أرضعته 3 فهي دون عدد الرضاع المحرم، والثانية أرضعت الآخر رضعتين، أرضعته رضعتين دون الرضاع المحرم، وتصير يعني ابنا له، ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. إذن الآن هذه الآن رجل له زوجتان إحداهما أرضعت طفلة 3 رضعات والزوجة الأخرى أرضعت هذه الطفلة رضعتين، فتصير هذه الطفلة بنتا له من الرضاع، ولا تصير واحدة من المرضعتين أما لها من الرضاع، لأن الأولى أرضعتها 3 رضعات والثانية أرضعتها 2. نعم.
كيف؟ نعم، هو يقصد أن أحيانا قد يثبت التحريم من جهة الرجل ولا يثبت من جهة المرأة، هذه مسألة تصلح لغز. ناظر، المرأة الآن أرضعت ولم يثبت يعني التحريم، والرجل لم يرضع وثبت له التحريم. طيب قال: فلو كانت الطفلة زوجة له، فلو كانت الطفلة يعني طفلة لها أقل من حولين، انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها، يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما، إذن هو لا زال يفرع على المسألة السابقة. إذن الآن هناك الآن هذه الطفلة الآن التي لها أقل من حولين هي زوجة له، وقامت إحدى الزوجتين بإرضاع هذه الطفلة 3 رضعات، وقامت الأخرى بإرضاع هذه الطفلة 2، ينفسخ نكاح هذه الطفلة لماذا؟ نعم، أي صارت بنتا له من الرضاع، ولم ينفسخ نكاح الزوجتين لأنهما نعم لسنا أما لها من الرضاع، وإلا صارت من أمهات نسائه. ثم يلزمه نصف الصداق، يلزم الزوج نصف الصداق، يرجع به عليهما أخماسا، إذن يلزم الزوج نصف المهر إن كان الرضاع قبل الدخول، وإن كان الرضاع بعد الدخول فلها كامل المهر عليه لاستقراره بالدخول، ويرجع الزوج بما غرم من المهر على المفسد لنكاحه، وإن تعدد المفسد فالقاعدة يوزع الغرم على عدد الرضعات، الأولى أرضعتها 3 رضعات عليها 3 أخماس المهر، والثانية أرضعتها 2 عليها 5، لو الأولى أرضعتها 4 رضعات عليها 4 أخماس المهر، لو كان المهر 100,000 على الأولى تدفع 80,000 للزوج. نعم، بالنسبة من إذا كانت له زوجة واحدة فأفسدت نكاح يعني زوجته، أفسدت نكاح زوجته الأخرى كما لو كانت طفلة، فيرجع الزوج عليها بما غرم من المهر، فإن تعدد المفسد رجع على كل واحد بمقدار ما أفسد من هذا النكاح. لو كنا 3 وكل واحدة أرضعت، الأولى أرضعتها 2 والثانية 2 والثالثة 1، فيرجع على الأولى بخمسي المهر والثاني بخمسي المهر والثالثة بالخمس، فلو كان المهر 100,000 يرجع على الأولى 40 وعلى الثانية 40 وعلى الثالثة 20. هذا في سن الرضاع. أي في سن الرضاع، بالطبع يعني المسألة ترى يعني باب استحريك الذهن، وإلا المسألة في غاية الندرة، وقد يمضي قد يعني يمضي 100 سنة ومئتين سنة وثلاثمائة سنة على الأمة ما وقعت مثل ثلاثة مسائل. نعم، هل يصح الزواج من الرضيع؟ جواب هذا السؤال تقدم، هل يجوز زواج للزوجة أن تتزوج من الرضيعة؟ قلنا شرط من شروط عقد النكاح ماذا؟ الرضا، ولو اشترط الرضا في حق الصغيرة إذا كان المزوج لها من؟ الأب، ولاية الإجبار للأب، لأن الأب عنده من كمال الشفقة ومزيد النظر ما يجعله يزوج البنت الصغيرة إذا رأى المصلحة والأحظ لها، لأن هذا الخاطب قد إذا ذهب لا يأتي أفضل منه ولا يأتي مثله ولا يأتي نصفه ولا يأتي ربعه، فقد يرى الغبطة والمصلحة لها في الزواج من هذا الزوج وإن كانت صغيرة. نعم، فقد وليها ولي هذه الطفلة قد يزوجها، وقد تحمل الغيرة النساء الباقيات على إرضاع هذه الطفلة، فإذا أرضعنا هذه الطفلة
وصارت بنتا له من الرضاع انفسخ نكاحها، لأنها صارت من المحرمات عليه بالرضاع والتحريم على التأبيد. قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه. نعم، صارت أما لها من الرضاع، صارت هذه الآن أم امرأته وحرمت عليه الأولى والثانية، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. وهذا يعني واضح، ومسألة يعني مسألة نادرة. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلاً فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه، ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلاً فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها صارت أماً له وحرمت على صاحب اللبن تحريماً مؤبداً. لماذا تحرم على صاحب اللبن؟ نعم، وحرمت على ناظر. يقول: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلاً، زوجة ماذا؟ زوجة ابنه صارت، وهذه الآن صارت من المحرمات بالمصاهرة، زوجة ابنه الآن. الآن تزوجت المرأة المرضعة طفلاً، ثم لما تزوجت هذا الطفل، الطفل يعني عقد عليه، يعني عقد له وليه، فأرضعته بعد الزواج، أرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، لأنها صارت أماً له من الرضاع وحرمت على صاحب اللبن، وحرمت على صاحب اللبن تحريماً مؤبداً، لأنها صارت من حلائل أبنائه. طيب، قال: فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. قال: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، إذن تزوج زوجتين إحداهما كبيرة والثانية الصغيرة، والكبيرة لم يدخل بها، فأرضعت الكبيرة الزوجة الصغيرة، حرمت الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وثبت نكاح الصغيرة لأنها ربيبة، وهذه الربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم عليه، لأن الكبيرة في أول الكلام لم يدخل بها. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهم الكبرى حرمت الكبرى، لأنها صارت ماذا؟ أم، صارت أماً لهما، وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لأنهم نعم يحرم الجمع بين الأختين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين، لأن التحريم إنما هو لتحريم الجمع. وإن كنا ثلاثاً، أي الصغيرات ثلاثاً، فأرضعتهن منفردات، أرضعت كل واحدة على حدة، حرمت الكبرى يعني المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه، وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً، اللتين رضعتا أولاً، لأنه يحرم عليه الجمع بينهن، وثبت نكاح الثالثة، نكاح الثالثة لعدم وجود المفسد لها، لأنه انفسخ نكاح الثنتين. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا في وقت واحد، انفسخ نكاح الثلاث، لأنهن صرن أخوات، وله نكاح من شاء منهن منفردة. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، لأنها أفسدت نكاح نفسها. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها لاستقرار المهر بالدخول،
وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على المفسد وهي الكبرى، ولو دبت أي الزوجة الصغرى إلى الكبرى، أي الزوجة الكبرى وهي نائمة، فارتضعت منها 5 رضعات، حرمتها أي الكبرى على الزوج، لأنها صارت من أمهات نسائه إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد. وللكبرى إذن نصف مهرها على الزوج، والزوج يرجع به على الصغرى لأنها أفسدت نكاحها، وإن كان بعد الدخول فلها مهرها على الزوج كاملا لا يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول. قال: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع. هذه مسألة، يعني المسائل التي قابل هي مسائل يعني في غاية يعني الندرة، في غاية الندرة، أن يعني يتزوج أكثر من زوجة ثم تكون الزوجة الثانية الصغرى، ثم تكون صغرى لها أقل من حولين، ثم تجتمع هي والزوجة الأولى، ثم تكون الزوجة الأولى لها لبن، ثم تقوم الزوجة الأولى بإرضاع، كلها مبنية على أشياء في غاية الندرة. قال: بالنسبة الآن ادعاء الرضاع، إذا قال الزوج لزوجته هي أختي من الرضاع، أو قالت الزوجة لزوجها هو أخي من الرضاع، فما الحكم؟ قال: ولو نكح امرأة ثم قال أي الزوج هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان قد دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. إذن الحالة الأولى أو الصورة الأولى قول الزوج لزوجته هي أختي من الرضاع، إذا تزوج امرأة ثم قال بعد الزواج هي أختي من الرضاع، فلا يخلو الأمر إما أن يقول ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان قال ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، إن كان قال ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح وحرمت عليه، لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح. أما المهر، لازال الكلام عن الحالة الأولى أن يكون قبل الدخول، أما المهر فإن صدقته المرأة فلا مهر لها لإقرارها ببطلان نكاحها من أصله، وإن أكذبت الزوج ولم يثبت ما قاله الزوج ببينة فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. ثم قال المؤلف: كيف؟ لأن الثنتين انفسخ نكاحهما، لأنه يحرم الجمع بينهما، فلما أرضعت الثالثة كان نكاح الثنتين قد انفسخ لعدم وجود المفسد لنكاح الثالثة، الثالثة لم يصادف أنه جمع بين أختين، لكن الثنتين جمع بينهما. ثم قال المؤلف: وإن صدقته، ثم قال: وإن كانت هي التي قالت. إذن قول الزوجة لزوجها هو أخي من الرضاع، هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى أن يكون القائل هو الزوج، الصورة الثانية أن يكون القائل هو الزوجة. قال: وإن كانت هي أي الزوجة التي قالت هو أي الزوج أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. إذن الحكم فيما إذا قالت الزوجة لزوجها هو أخي من الرضاع، إن أكذبها الزوج ولم تأتي ببينة على ما قالت فهي زوجته حكماً
أي ظاهرا، لأن قولها غير مقبول عليه، ولأن قولها فيه إسقاط لحق الزوج، زوجته حكما تكون زوجته حكما أي ظاهرا، وأما فيما بينها وبين الله عز وجل فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها تمكينها من الوطء، تمكينه من الوطء ولا من دواعي الوطء، لأنها محرمة عليه، والواجب عليها أن تفتدي نفسها بما أمكنها من هذا الزوج، الواجب عليها إذن أن تخالع من هذا الزوج. إذن الحكم يختلف، أي وجوباً يجب عليها أن تختلع من هذا الزوج. إذن إذا قالت الزوجة لزوجها بعد الزواج هو أخي من الرضاع، إن قال الزوج هي كاذبة فيما قالت، ولم تأتي الزوجة ببينة على ما قالت، البينة هي الشهود، ناس يشهدون لها أنه هو أخوها من الرضاع وأنها ارتضعت هي وهذا الرجل من امرأة، أكذبها الزوجة ولم تأتي ببينة فهي زوجته حكما أي في الظاهر، لأن قولها غير مقبول عليه، ولأن قولها فيه إسقاط لحق الزوج. هذا بالنسبة للزوج، وبالنسبة للزوجة هذا الرجل يحرم عليها ولا يحل لها تمكين هذا الزوج من الوطء ولا من دواعيه، لأنها تحرم عليه، والواجب عليها أن تفتدي نفسها بما أمكنها من هذا الزوج، وحينئذ يكون الخلع واجباً عليها. قال المؤلف بعد ذلك: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، ذكر المؤلف صور من نكاح الكفار. أولاً زواج المسلمة من الكافر، لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والصورة الثانية ذكر المؤلف: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، وكذلك لا يحل لمسلم نكاح كافرة باتفاق أهل العلم، ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية، فيجوز للمسلم زواج الحرائر من نساء أهل الكتاب، لقوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في بداية الآية: اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ثم ذكر المؤلف: ومتى أسلم زوج الكتابية، أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. إذن الصورة الأولى: أسلم زوج الكتابية وزوجته كتابية، يبقى على نكاحه، لأن نكاح الكتاب، لأن حينئذ بيكون مسلم تحته من؟ كتابية، ونكاح الكتابية يجوز ابتداء فاستمراره من باب أولى. إذن إذا أسلم الكافر وتحته كتابية فيجوز استمرار عقد النكاح. الصورة الثانية: أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، تلفظا بالإسلام في وقت واحد، تشهدا شهادة الحق في وقت واحد، فهما على نكاحهما بالإجماع. إذن إذا أسلم أحد الزوجين فإنهما يبقيان على نكاحهما في حالتين: الحالة الأولى أن يكون زوج كتابية، والحالة الثانية أن يسلم الزوجان معا في وقت واحد. وما عدا هاتين الحالتين، إن أسلمت كتابية تحت كافر، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح نظرا لاختلاف الدين، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة
وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان. الطبع هذه المسألة في غاية الأهمية نظراً لقدوم الكفار إلى بلاد المسلمين، ويسلم هذا الكافر أو الكافرة بعد مدة من الزمن. فإن أسلم، يعني مثلاً الآن الخادمة الآن تسلم الآن، إن أسلم زوجها وهي في العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما عند أكثر أهل العلم. هذا الذي ذكره المؤلف. قال المؤلف: فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما، وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. تكلم المؤلف الآن حكم المهر إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما بعد الدخول. إذن ذكر المؤلف حكم المهر إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما. إن كان ذلك بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء، وإن كانت الزوجة قد قبضت هذا المهر وكان مسمى صحيحاً فهو لها، وإن كان محرماً وقد قبضت محرماً كما لو كان خمراً أو خنزيراً، وإن كان محرماً وقد قبضته حال كفرها فليس لها غيره، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها. هذا الذي ذكره المؤلف. ثم ذكر المؤلف حكم فسخ نكاح الإماء. إن أسلم الحر وتحته إماء، أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له أي الزوج نكاح الإماء، انفسخ نكاحهن. إذن إذا أسلم الحر وتحته عدد من الإماء فأسلمن معه وكان في حال الاجتماع على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل أي ممن يحل له نكاح الإماء أمسك منهن أي من هؤلاء الإماء من تعفه وفارق سائرهن. إذن إذا أسلم الكافر وتحته عدد من الإماء فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الكافر ممن لا يحل له نكاح الإماء فينفسخ نكاح الجميع، والحالة الثانية أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء فيمسك منهن من تعفه ويفارق سائرهن. ذكر المؤلف بعد ذلك باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هو ما يشترط أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة. وأقسام الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شرط صحيح وشرط فاسد. الشرط الصحيح هو ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى زوجها وتسليم المهر، هذا هو النوع الأول من أنواع الشروط الصحيحة وما يقتضيه العقد. النوع الثاني هو شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد، كان تشترط المرأة على الزوج ألا يخرجها من دارها أو من بلدها أو ألا يسافر بها أو أن تشترط عليها استكمال الدراسة أو أن تشترط عليه العمل أو أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح لازم للزوجة، إن وفى به الزوج وإلا فلها الفسخ. ودليل كونه صحيحاً
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. إذا المؤلف بدأ بالنوع الأول من الشروط وهو الشرط الصحيح، قال: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى عليها فلها شرطها، وإن لم يفي به أي لم يفي الزوج بهذا الشرط فلها أي للزوجة فسخ عقد النكاح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال المؤلف: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك. إذن القسم الثاني هو الشرط الفاسد. الشرط القسم الثاني من أقسام الشروط هو الشرط الفاسد، وهو ما يبطل عقد النكاح، وهو نكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل. نكاح المتعة هو العقد على امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة، كان يقول الولي: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى قدوم الحاج أو إلى نزول المطر ونحو ذلك، فهذا النكاح باطل بإجماع أهل العلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ففي الصحيحين من حديث علي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. ثم قال المؤلف: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. النوع الثاني من أنواع الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. حكمه نكاح فاسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عمر، والنهي يقتضي الفساد. ثم قال المؤلف: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها لمطلقها. النوع الثالث من أنواع الأنكحة الفاسدة نكاح التحليل، وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى أحلها لمطلقها طلقها. حكمه نكاح باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل له. ففي حديث علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا هو قول الصحابة، فقد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولا مخالف لهم من الصحابة. بعد ذلك العيوب، لعلنا أن نقف على العيوب التي يفسخ بها النكاح. هم يقولون الإخوة يعني أن هناك يعني فترة راحة عند يعني الساعة يعني السادسة، ثم نستكمل بمشيئة الله بعد المغرب. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. أي نعم، في لا لا، في سؤال، في سؤالان الآن على ما مضى، على في جوائز. اي نعم، عطر ساعة. اي نعم، احنا نعم اخذنا فيما تقدم. ناظروا يا اخوان، هذا الان اخر شيء. الان قيل مما يشترط في النكاح، قيل الولي، قيل الشهود، وقيل نعم الرضا، وقيل الان الشروط في النكاح. لو قيل عدد الفروق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح،
نعم. اي لكن على المذهب الشروط في النكاح لابد ان تكون قبل عقد النكاح، وهذه بعد قبل عقد النكاح. احنا نبي الفرق، ما نبي وجه الاتفاق بينهما. الفرق، ما الفرق بينهما؟ ان تقول هذه قبل النكاح وهذه قبل النكاح، هذا مو بفرق. غير واضح يعني، جزاك الله خير. لكن نعم، شروط النكاح من وضع الشارع. احسنت، شروط النكاح من وضع الشارع، شروط النكاح من وضع المتعاقدين، احد المتعاقدين. هذا الفرق الاول. شروط النكاح تسبق النكاح، تسبق النكاح. شروط شروط النكاح تسبق النكاح. شروط النكاح مع العقد، لكن احيانا قد تكون قبل العقد. لا لا، ما فيه أو بعده. لا، قبله أو معه. إيه قبله. إيه نعم. يفسد النكاح ب يعني ترك أحد الشروط التي للنكاح. إيه نعم. يعني اختلال شرط من شروط النكاح يؤدي إلى فساد العقد. نعم. طيب، والشروط في النكاح إذا اختل؟ يقع فيها الفاسد. نعم. أنه يكون العقد صحيح لكن غير لازم. لمن فات له الشرط له أن يطالب بفسخ عقد النكاح. إذن بالنسبة، إذن الأثر أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة عقد النكاح، ولا ينعقد النكاح إلا بتوفر هذه الشروط. أما الشروط في النكاح فلو تم العقد ولم يفي بهذا الشرط فالعقد صحيح لكنه غير لازم. هذه ثلاثة. تكتفون بثلاثة ولا تريدون زيادة؟ ها؟ هو يستحق لأنه جاب ثلاثة الآن. لا، ثلاثة ما شاء الله، جاب ثلاثة. جاب ثلاثة. لا خلنا عشان هذه، لأن النفوس الآن يعني تعلقت بالهدية. هذه مثل يعني بحضر الطعام، يعني ما يصلي. فأنا يعني الآن الناس الآن. خليني بسألكم عشان الهدية، لأن بعض الإخوة الآن ودهم الآن السؤال يكون مني. سؤال تبعي يعني. طيب، هل كيف؟ اشترطت عليه شرطا موضعها يعني ثم أخل فيه، قال لا يمكنها من دارها أو كذا، وهو أخل. أي نعم. هل المهر يعني؟ المهر لها أن تطالبه بالمهر، لأنه هو لم يلتزم بهذا العقد على ما اشترطت عليه. في خلل الآن، هو لم يلتزم بهذا العقد على وفق هذا الشرط، ولا يريد الالتزام بهذا العقد. هي الآن وافقت على عقد النكاح، يعني إذا وافق على هذا الشرط وهو لم يوافق على هذا. مثل عقد البيع، إذا تم الآن عقد البيع وفق شروط ولم يفي أحد المتعاقدين بهذا الشرط، له أن يفسخ هذا العقد وله أن يرجع بالثمن. أي تأخذ المهر كاملا. كيف؟ اي نعم. اي نعم، جيد. طيب، خيار الآن الفسخ إذا لم يحصل الوفاء بالشرط، هل هو على الفور أو على التراخي؟ واذكر نظائر هذه المسألة في عقد البيع. نعم يا أخوان، بالنسبة الآن إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شرطاً في عقد النكاح ولم يلتزم بهذا الشرط، فحق خيار الفسخ هل هو على الفور أو على التراخي؟ على الفور أو على التراخي، اذكر المذهب في ذلك واذكر نظائر هذه المسألة في عقد البيع. هو طيب، هو سأل السؤال. هذا سؤال اي نعم،
بالنسبة مذهب الحنابلة أن خيار الفسخ للعيب في عقد البيع هو على التراخي، لأنه حق للعاقد، له أن يطالب بهذا الحقد على الفور أو على التراخي. الآن أراد الآن يفسخ الآن وأحضر الآن السلعة الآن للبائع، قال البائع المشتري أنت لم تأتي في هذا اليوم، طيب حق الفسخ ليس للبائع هو للمشتري، له أن يطالب بحقي على الفور وله أن يطالب بحقي على التراخي. هذا أمر. التعليل الثاني على المذهب قالوا لأنه خيار شرع لدفع الضرر فكان على التراخي كخيار القصاص. القصاص لأولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص على الفور ولهم أن يطالبوا به على التراخي. وعندنا على المذهب أن الخيار أي خيار هو على التراخي إلا ما ورد الشرع به، وهو ماذا؟ خيار ماذا؟ لا، خيار المصرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال فله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المصرات ورد فيها النص ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام، يقولون هو خرج عن القاعدة وما عدا هو على التراخي. طيب على كل حال حتى يعني يكون يعني سؤال يعني طيب اذكر صورة تولي طرفي العقد في النكاح، تولي طرفي العقد فيتولى عقد النكاح يكون هو الولي ويكون هو الزوج، يكون هو الولي وهو الزوج. واذكر نظير ذلك في كتاب البيع، أنكم أخذتم أنتم أمس كتاب البيع، ما أخذ قبل أمس، لا زال حاضر في الذهن. السلطان هو اللي يزوج نفسه بشرط عدم وجود الأقارب أصحاب الواجب في الولاية، في الولاية، وأن تكون أيضا. طيب لو كان مثلا السلطان، لو كان السلطان عما لها يجوز له أن يتزوجها؟ لا يتزوجها، حنا نقول نريده أن يتزوجها الآن، يكون أجنبيا عنها. إذن أن تكون ممن تحل له، ممن تحل له، وأن يكون هو الولي. طيب نظير ذلك في عقد البيع، واحد يتولى طرفي العقد يكون هو البائع وهو المشتري، نعم، أن يكون وكيل في بيع هذه السلعة ويكون وكيل آخر في شراء هذه السلعة. نعم تفضل. نعم. طيب ذهب 10 دقائق عشان الأخوان يعني. إيه نعم. الله يوفقك. وإياك. بارك الله فيك. موفق. جزاك الله خير.